الشاكرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، بمحبتكم في قلبي ومكانتكم وثقتي في وعيكم، أقسو عليكم بعض الأحيان ببعض الطلبات لما أجد أن فيها الخير لنا ولوطننا، ولذا سأكرر طلب. بعض الأحبة يقولون لي أنت لا تدخل في الموضوع، سأكرر طلب. لا أحب أن أسمع أيها الأحبة نساء رجالا، لا أحب أن أسمع كلمات الموت لفلان ولا يسقط فلان. أرجوكم أحبائي، هذا لمصلحة هذا الوطن ولمصلحة حركتنا ولحضاريتنا وتسامي وعلو خلق وأهداف ثورتنا. أيها الأحبة، أتحدث في 5 نقاط. الأولى عدالة مطالبنا ومشروعيتها، فالمطالب التي نرفع والتي نطالب بالاستجابة لها هي مطالب لم يستطع أحد من النظام، لا العاقل منه أو السفيه الرشيد أو السفيه، أن يجادل في حقيتها. ما في أحد جادلنا في أحقية مطالبنا. عندما نقول بأننا اليوم في سنة 2011 نريد قولا وعملا أن يكون الشعب مصدر السلطات، وليس مجرد فقرة في دستور أو فقرة في ميثاق، لا يستطيع أحد أن يخرج من النظام ويجادل في عدالة هذا المطلب. عندما نقول بأننا نريد أن ننتخب حكومتنا، نحن شعب البحرين، نحن شعب البحرين، حتى بس ما ندخل في هذا الجدل البسيط. أنا عندما أقول نحن شعب البحرين لا أتحدث باسم الجميع ومن لا يرغب في خطابي، ولكن هكذا جرت الخطابات السياسية. وهنا أنا أزعم بأن هذا المطلب الذي أتحدث عنه وأستخدم هذه اللغة شعب البحرين أو هذه مطلب شعب البحرين، إنه يشكل مطلب الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن. سيقال ضمن الجدل المنخفض المستوى الثقافي والحضاري، أنت والوفاق والجمعيات المعارضة لا تمثلون شعب البحرين ولا تمثلون الشيعة ولا يا حبيبي على عيني وعلى راسي، لماذا لا نقطع هذا الجدل العقيم ونذهب نحن وأنتم إلى صناديق اقتراح أو استفتاء شعبي؟ تحت إشراف محايد، لأننا لا نثق في إجرائكم لمثل هذه الاستفتاءات، وأنتم تقولون لا تثقون فينا. دعونا نذهب إلى جهة محايدة ونستفتي شعب البحرين بسنته وبشيعته، ماذا يريدون؟ أيريدون حكومة منتخبة أو يريدون حكومة تعين على رأسهم وتدير شؤونهم؟ ونقطع هذا الجدل، أنا أمثل من وكم أمثل وأنت كم تمثل؟ لا أمثل أحد. شعب البحرين هذا أبسط حقوقه أن يقول هذا ما أريد
وهذا لا أريد. فلا تتكلم أنت بعنوان أن شعب البحرين لا يريد، حتى لا أتكلم أنا أيضا وتشكل علي أنت تقول شعب البحرين يريد. دعنا نذهب إلى الاستفتاء. أعتقد بأن هذه الفكرة فكرة منصفة إلى حسم هذا الجدل الذي يثار، وهو جدل منخفض المستوى الثقافي والفكري، ولكن الآن طرنا الحديث عن في هذا الاتجاه. عندما بدون المجنسين اختي، لأن التجنيس هو مشروع كارثي، مشروع أسود، مشروع جاء التأكيد عليه في أسوأ مؤامرة تقوم بها حكومة على شعب، وهو ما عرف بتقرير البندر. عار قديم أضيف له أكثر من عار منذ بداية انتفاضة وثورة شعب البحرين. مطلبنا أن ننتخب مجلسا وطنيا يتولى السلطة التشريعية والرقابية، ولا يشاركه في هذا الأمر مجلسا معين. لا جدل في أن المجلس المعين لا يمثل أحد، ما يمكن تعين واحد وتقول والله هذا يمثل شعب البحرين. هذا الذي يتكلم بهذا المنطق سيجد نفس محل الاستهزاء من الدنيا كلها، لذلك لا يستطيعون أن ماذا ننتصر برغم إمكانيتنا المحدودة. جميع العالم، الدنيا كلها تحترمكم، لأن مطلبكم عادل واضح بسيط. هذا المطلب أيضا من مصدر قوته وعدالته هو عين مطلب كل الشعوب العربية بلا استثناء. كل الشعوب العربية بلا استثناء في بلاد الربيع العربي وخارج بلاد الربيع العربي، هذا هو مطلبها. هو ليس مطلب اكتشفته الشعوب العربية، إنما إحنا في آخر قاطرة شعوب الأرض في اللحاق بهذه الأساسيات الإنسانية. يعني سبقنا في ذلك كل المجتمعات، كل القارات، كل الثقافات، كل الأديان، حتى المجتمعات التي ننظر إليها باستخفاف نتيجة إلى فقرها في أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، ذهبت في معظمها إلى هذا الموضوع. النقطة الأولى، لدينا قضية عادلة، أفراد النظام رشيدهم سفيهم لا يستطيع إلا أن يقر بذلك. وهنا سأكرر مطلبنا باختصار وبوضوح إلى النظام، يسمعها النظام، يسمعها بقية العالم. لدينا مطلب محق لن نتنازل عنه، نريد أن نكون كشعب البحرين سنة وشيعة، مسلمين وغير مسلمين، مصدر للسلطات قولا وفعلا. بقية الكلام معتقلين ما معتقلين، رموا مولوتوف وأنا ضدها، ما رموا مولوتوف، ذهب تكلم في إذاعة ما تكلم في إذاعة، رجع، هذا كلام كل جدل وصفصفات لا قيمة له، ولن يغني عن أن الحقيقة بسيطة واضحة ونحن مصرون عليها بدون أي احتمال أبدا ولا نصف المئة أو نصف المليون. هذا هو مطلبنا، نحن شعب البحرين مصدر السلطات،
ليس لأحد أن يسلبنا هذا الحق حتى لو كان أعدل الناس، حتى لو كان ما قتل أحد، حتى لو كان ما سرق أرض، حتى لو كان لو كل هذه الأمور. المسألة بسيطة جدا ومحددة وواضحة، نحن شعب البحرين مصدر السلطات جميعا، نص دستور 73 ثبت في دستور 2002 تبناه ميثاق العمل الوطني، قاعدة إنسانية، انتهى. هذا مطلبنا وهو محق، لن نتنازل عنه في أي لحظة من اللحظات وتحت أي ظرف من الظروف. النقطة الثانية، النقطة الثانية، إنكم ظلمتمونا عندما رفضتم الاستجابة لطلبنا. مجرد عدم الاستجابة لهذا الطلب هو ظلم، هو اغتصاب لحقنا. ما في بعد ما سقط شهيد علي مشيمة، وبعد ما صارت مجزرة الدوار الأولى أو قتل الدوار الأول في 17 فبراير، وبعد ما صار يعني الأحكام العرفية وما تلا الأحكام العرفية من جرائم، كل هذا بعد ما صار، أنتم ظالمون لنا لأنكم تغتصبون حقنا في تشكيل السلطات التنفيذية والتشريعية وبالقوة أيضا، يعني أيضا لابد يكون، والسلطة الأمنية بحيث تكون ممثلة وحامية للوطن، ومن الطبيعي أن تكون سلطة قضائية مستقلة، يدخل في ذلك الإعلام ويدخل في ذلك كل الوزارات. فأنتم ظالمون لنا باحتكاركم لهذه السلطات، ومخالفون لدستور 73 ولميثاق العمل الوطني ولدستور 2002. فهذه من البداية، هذه الرؤية، هذه الرؤية، هذا شعب البحرين، هذا حقه، تمنع من حقه، أنت ظالم له. وظلمتمونا عندما سفكتم دماءنا بغير وجه حق، وظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا عندما تعتقلون أبنائنا وبناتنا كبارنا وصغارنا بغير وجه حق، لأن مطلبنا حق وأنتم ظالمون في منعنا منه. ظلمتمونا عندما اعتديتم على أعراضنا ومناطق سكنانا وبيوتنا ومساجدنا وحريتنا وكرامتنا، ظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا. هذا ليس كلامي، كلام المعارضة في وجه نظام يعارضه، ولكن هذا قول واحد تجمع عليه الدنيا بأكملها، ابتداء من كل منظمات حقوق الإنسان العالمية صغيرها وكبيرها، وصل عدد من ثبت هذا لا يقل عن 100 منظمة حقوقية عالمية قالت بأن هذا النظام يظلم شعبه، ينتهك حقوق شعبه. انتهينا إلى لجنة شكلها ملك البلاد قالت بأن هذا النظام ظالم لشعبه، منتهك لحقوقه، وعدد أكثر من 50 انتهاك لحقوق الإنسان. وانتهينا أخيرا إلى المجتمع الدولي بأكمله في المراجعة الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هذا النظام ظالم لشعبه، منتهك لحقوقه الأساسية بما فيها وفي مقدمتها حقوقه السياسية التي تمكنه وتخول هذا الشعب في اختيار حكومته وفي اختيار مجلسه. وهذه المطالب التي ذكرناها وقلنا عنها أنها مطالب عادلة.
النقطة الثالثة، سببتم لنا يا شركاء الوطن ويا أحبتنا كلمة صدق لا مجاملة، سببتم لنا وللوطن ولكم أيضا آلام وجراح وغصات لم يكن بحاجة لأن تفعلوها، ولن تستفيدوا من فعلها. ما بتستفيدوا من فعلها؟ نعم كلمتنا سمحة لأننا نحب هذا الوطن بما فيه أنتم، لأننا رحماء على هذا الوطن وعلى مصالح هذا الوطن وعلى مصالح أبناء هذا الوطن بما فيه أبنائكم، رأفة والله رأفة وخوف وحنو، ولا والله والله ما ألذ الشهادة وفي يوم 15 أو 16 16 مارس 2011 والله لولا هذا الخوف يلبس الإنسان كفنة وتنفتح معركة لا تبقي ولا تذر. والله إنه خوف الوطن وخوف وحرص على دمائنا ودمائكم وعلى مستقبلكم ومستقبلنا، هذا فقط اللي تشليتنا، وهذا اللي خلانا نكظم، وهذا اللي خلانا نتحمل، وهذا اللي يخلينا نتحمل. قال المشير إن عدتم عدنا، وعندنا 200% قوة. سعادة المشير، سعادة المشير، لتعلم إن في هذا الشعب قوة ومصادر قوة لم نستخدم حتى 50% منها. تعلم أنت ويعلم غيرك إننا لحد الآن، هذه نقطة عادية محدودة، تعلم أنت ويعلم غيرك إننا أبناء رسول الله وأبناء أهل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهذه الذرية، وأبناء خيار الصحابة والتابعين. وتعلم أن تربيتنا مركزها الآخرة ورضا الله، وتعلم أن مجرد كلمتين بفتوى شرعية يقدم من أبناء هذا الشعب عشرات الآلاف أنفسهم على كفوفهم لا تبقي ولا تبقى. الأمر ليس أمر قوة، الأمر ليس أمر قوة، الأمر ليس أمر قوة، والأمر ليس أمر تحدي، لا والله، ولكن نحن على حق، وأنتم ظلمتمونا، فلا تعتقدوا إن بظلمكم وقمعكم وقهركم سيؤتي نتائج أن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا أو تفر المؤسسة الرسمية اليوم من ضرورة الاستجابة إلى مطالب هذا الشعب. مهما استخدمتم من وسائل بطش،
مهما استخدمتم من وسائل بطش ستؤول هذه الوسائل إلى الفشل. ولو جاء مدرع الجزيرة، ولو جاءت كل قوات المنطقة من أجل منعنا من حقنا لعجزت وستعجز. الأمر خارج إطار التحدي، الأمر خارج إطار التحدي وخارج إطار، ولكن الأمر فقط، الأمر فقط توضيح الواقع والصورة. قلنا لكم أيها الأحبة، هذا السلوك غير قابل، الدنيا تغيرت، كثير من الأمور والمياه جرت، لا يمكن إرجاع عقارب التاريخ إلى الخلف، ما عاد بالإمكان لا القمع أن ينهي هذه المطالب، لن تكونوا ولا يراد لكم أن تكونوا، ونريد لكم أن تكونوا نموذج أحسن. لن تكونوا بقوة صدام حسين ولا بطش صدام حسين، ونحن لا نريد لكم أن تكونوا ببطش صدام حسين، ولكن ولا القذافي ولا غيره، ولكن كل هذه التجارب التي قدمها الله لكم قادت إلى أنه لم يعد بالإمكان أن تكسر شعبا واعيا مصرا على نيل حقوقه بأساليب القوة. ولن تستطيع، ولن تستطيع، وأيضا لن تستطيع، لن تستطيع. نوع من شرح الأمر الواقعي ونصيحة الأخ لأخيه، ولن تستطيع أيها النظام أن تقوم بمناورات سياسية تقسم فيها المعارضة أو تشق المعارضة، فعقل المعارضة وتجربتها أصبحت أكبر من قدرتك ومن ألاعيبك، فاترك ذلك. ولن تستطيع بمناورات سياسية ركيكة، ولو جئت بمناورات سياسية أكثر عمقا في الالتفاف على مطالب هذا الشعب التي أصبحت واضحة راسخة بسيطة. والكلام الأول اللي بديت فيه حتى ما نضيع، شو مطلبنا؟ نحن شعب البحرين مصدر للسلطات قولا وفعلا. قالوا بنهد معتقلين، قالوا بنحبس معتقلين، قالوا بنعطيكم سكان، قالوا بنهد سكان، قال هذا كلام كله مأكول خيرا، لا تتعبون روحكم فيه. هذه الصورة البسيطة اللي حاولت أحطها هي الموضوع. لن تستطيع أيها النظام أن تقوم بمناورات سياسية ولو استعنت بشركات العلاقات العامة والمستشارين. فموضوع مثل الحوار الوطني وضجة إعلامية وبهرجة إعلامية وكلام في الصحافة ولقاءات وزيادة وبعدين حفل كبير وما شابه ذلك، شوفوا من ضعفك ما نحتاج إلى أكثر من تويت في كلمتين، كل جهدك هذا يروح معك. ولن تستطيع تغييرات دستورية شكلية سطحية بطريقة مفردة كمناورة سياسية لتقول من بعدها للعالم بأنني فعلت. موضوع حقوق الإنسان صارت تجاوزات، جبت تقرير بسيوني وحليت الموضوع، قادرين بس بهالحدود، نتيجة لوعي هذا الشعب بس بهالحدود، جبت لجنة بسيوني قلبت الطاولة عليك، سويت حوار وطني قالوا لك انت كذاب تتمسخر بعقولنا، هذا حوار؟ سويت تعديلات دستورية ضحك العالم عليك، تويت واحد هذه البرامج محاولة الالتفاف تنتهي. لذا ايضا لنترك القوة، لنترك محاولة تفريق المعارضة،
لنترك محاولة الالتفاف على هذه المطالب، هذا ما عاد بالإمكان. أقولها ناصحا، أقولها مخلصا، أقولها صادقا، ما أريد أن تقص منكم، ولا أريد أن أهين أحد، ولا أريد أن أخذ حق أحد، ولكنني أريد حقي كشعب. هذا واضح، حقي كشعب. تقول أنت قاعد تنازعني السلطة التنفيذية، هذه حقي. تقعد لي في السلطة التنفيذية بغير تعيين، هذا أنت ظالم، أنت شو اسمه، ما في جدل. وستستمر مقارعتك وهذه ستنتهي. أقول في هذا إلى النظام، وأقول لكم أيها الأحبة، التاريخ في طريقه إلى أن يحقق طموحكم في دولة إنسانية تتحقق فيها كرامتكم وإرادتكم، هذا وفقا إلى عناصر متعددة، وفقا إلى أنكم على الحق ومنعكم ومحاولة منعكم باطل، وفقا لأن هذا الذي تطالبون به هو خلاصة ما انتهت إليه الإنسانية ونجح في مختلف بقاع الأرض. لحظة المحنة الواحد شوية يتردد، يشوك، يتعب، يقول بس ما خلنا أبسط لكم الموضوع. هذا الألم اللي تعيشونه عاشت الشعوب الأخرى قبلنا أيها الأحبة. الشعوب ما تراجعت، الشعوب ما وقفت، الشعوب وصلت وحققت، وكل يوم ينتقل شعب من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. هذه المسيرة جاية. البحرين ليست استثناء. من يعتقد من الأسرة الكريمة أن هذه البحرين استثناء وهي مالتنا وإحنا نتحكم فيها، هذا يخرج خارج إطار التاريخ، والمفروض هذه الأفكار تروح المتاحف، ما عاد لها أرض في الواقع. ما في واقع، ما في. أقول وأجدد، أنا لا أريد أن أهين أحد ولا أنتقص، بس كرامتك هذه تتفكر أن هذه كراماتك، هذه كراماتك. شخص مسؤول، كونك ملك أو كونك ولي عهد أو كونك مسؤول، شخص مسؤول محترم لأنه متوافق مع شعبه، أو شخص ينظر إليه العالم، كل العالم، بأنه منتهك لحقوق الإنسان وأنه خارج إطار التاريخ وأنه من حقبة القرون الوسطى، أيهما أكرم لك؟ أيهما أفضل لك؟ أيهما أربح لك؟ أيهما أربح لك؟ فما أقول مو أنا أفكر في مصلحتي، أنا مصلحتي من مصلحتك. هذا كلام أيضا أحب أن تسمعوه. ما في مصلحة خاصة للشيعة في البحرين، بلد صغير، ما في إمكانية أن تصير في مصلحة للسنة بروحهم، ومصلحة للشيعة بروحهم، مصلحة للإسلاميين بروحهم، مصلحة للعلماء، ما في إمكانية. في إمكانية أن تحقق مصالح الأطراف المختلفة بدرجات متقدمة، ونعيش في بلد إنساني يشعر فيه الجميع بأن مصالح محفوظة، ويشعر فيه الجميع. هذا ممكن، لأن هذا اللي تحقق في الدنيا كلها، هذا اللي سبقتنا أوروبا إلى بقرون، والتحق بعدين بها العالم دولة بعد أخرى، حتى أصبحت 90% من دول العالم تقترب من هذا النظام بشكل وبآخر، تقترب من هذا النظام بشكل وبآخر. نحن في نظريتي، وأنا أقول الإسلام يمتلك أفضل النظريات. الآن التطبيق ما صار له فرصة، ولكن دعونا نتكلم في هذه المرحلة وبتوافق أهل البحرين على الموضوع الديمقراطي. هذا يحقق مصلحتكم ومصلحتي، يحقق مصلحة أبنائكم ومصلحة أبنائي، أحبائي، أعزائي، أحبائي، شركائنا في الوطن، إخوة ونفس واحدة، مو بس إخوة، نفس واحدة. مصلحتي مصلحتك، ما يضرني يضرك، ما يضرك يضرني، ما يسوءك يسوءني. صدقني إنني أستاء لأن ابنك لن يجد ما وجدت أنت، وأنت ما وجدت إلا الفتات. ماذا وجدت؟ وجدت انتظار 20 سنة إلى بيت إسكان،
وجدت أن شخص لأنه من الأسرة الفلانية يجي وياخذ المنصب فوق راسك وأنت عندك الشهادة وعندك الجسمة. وجدت أنك لابد أن تمشي وراء طفل عمره 7 سنوات لأنه من الأسرة الحاكمة ويجب أن تقبل يده. وش وجدت؟ وش وجدت؟ شو اللي يخليك تقول مصلحة؟ شو مصلحتك؟ وظيفة؟ وظيفة إذا قدمت لك قدمت لك على دماء وقدمت لك على ظلم وقدمت لك، شو قيمة 500 دينار؟ شو إنسانيتك 500 دينار تأخذها بهذه؟ بتأخذ 500 دينار وبتأخذ 1000 دينار في دولة إنسانية، بتأخذ 500 دينار و1000 دينار البلد فيها خير، البلد فيها خير. احنا 500,000، احنا شركة واحدة من هونداي، من بعد ما نجي بعد هونداي نزلها شركات من هالصغار، شركة واحدة توظف كل الديرة وتخلص الموضوع، ما هي مشكلة حقيقية. يتهم المعارضون ويتهم الإسلاميون بأنهم أصحاب شعارات، ولكني دعوني أقول عهد على نفسي، صدقوني، ليس حكومة معارضة، مو حكومة معارضة. لو جرت انتخابات لحكومة، احنا قفلنا قعدنا في بيتنا قلنا قاطعنا لكل الموضوع خلاص، تروح الموالاة هي تنتخب، تنتخب مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والموالاة تنتخب حكومة، صدقوني ان هذه الحكومة التي سينتخبها الموالاة لوحدهم بروحهم ستكون 10-20 مرة أفضل من الحكومة الحالية وقادرة على الإنجاز. هاي حكومة موالاة بسيطة، هي بسيطة ومحدودة. دعوني أقول، وهذا التحدي، فقط 10 سنوات بحكومة منتخبة، لا مشكلة إسكان، لا مشكلة بنية تحتية، لا مشكلة تعليم، ولا مشكلة صحة، كل هذه تتصفر 10 سنوات فقط، 10 سنوات فقط، ما تحتاج أكثر. هذا أيها الأحبة ما ندعوكم له، ما نطالب به. تعالوا أيها الأحبة إلى مصالحة وطنية حقيقية. لا أنت عبد ولا أنا عبد، لا أنت سيد ولا أنا سيد، بمعنى هناك من نستعبده، لا، نأتي إلى مصالحة وطنية ننقد فيها بلدنا، نضع قاطرة وطننا على السكة الصحيحة. تعال حط إيدك في إيدي، أنا غلطان، عندي أغلاط، أنا عندي أغلاط، أنت عندك أغلاط، سامحني، أسامحك. مع ما شوف واحد يغلط سياسيا أنا أضرب له تحية، خصمي ويغلط سياسيا أضرب له تحية، لكن واحد ينتهك عرض هذا يجب أن يحاسب، هذه مسألة ثانية. واحد يهدم المسجد يحاسب، الموضوع سامحني فيما أخطأت، أسامحك فيما أخطأت، أنا أجتهد سياسيا تجتهد سياسيا، حط رأيك على رأيي وتعال نبني وطننا، تعال نبني وطن لك فيه الكرامة ولي فيه الكرامة، لك فيه الحرية ولي فيه الحرية، لك فيه الضمانة ولي فيه الضمانة. هذا أيها الأحبة، تعالوا جميعا إلى هذا. ممكن هذا ما سووه العقلاء في الدنيا، والله حرام إن إناس ليسوا من أتباع محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله أكمل الناس وأرحم الناس وعند أفضل دين وأعلى دين، إن احنا نكون أتباع سنة وشيعة ولا نهتدي إلى ما اهتدى إليه من لا يؤمن بهذه الرسالة ومن لا يؤمن بهذا النبي العظيم. تعالوا أيها الأحبة إلى هذه المصالحة الوطنية الحقيقية، نتجاوز عن أخطائنا السياسية لبعضنا بعض، ونبني وطننا لنا ولأبنائنا جميعا، نشترك حقيقة قولا وفعلا في صناعة هذا القرار بدون وجود سادة وعبيد، وإنما مواطنون يتساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات.
نبني وطننا على ما بنت عليه الأمم المتحضرة وطنها. الشعب مصدر السلطات، الشعب كل الشعب بكل مذاهبه بكل ألوانه السياسية بكل أعراقه بكل دياناته. أيها الأحبة، الحرية برغم من المعاناة، الحرية والديمقراطية ستتحقق في هذا البلد في الزمن المنظور، دعوني أستخدم هذا العبارة، ستتحقق في هذا البلد وفي الزمن المنظور، لأنها في طريق الحق ومطالب حق ومنعها باطل، لأنها ضمن سنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ وفي الكون، لأنها تكرار لتجربة عاشتها مختلف شعوب الأرض وانتهت لصالح الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية، والبحرين لن تكون استثناء عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى، وأدعو جميع أبناء هذا الوطن، من هم في موقع المسؤولية ومن هم في موقع الموالاة ومن هم، وهذه دعوة المعارضة، وأحسب أنني أتكلم باسم المعارضة وهم يتفقون معي في ذلك، تعالوا من أجل أن نبني هذا الوطن على هذه الرؤية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، وألف بين قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.